هلا فيكم بهذا الفيديو السريع والقصير يلي حنشرح فيه فكرة إدخال الكود الخاصة ببرنامجنا التعليمي الدوائي المستمر. فأنتوا بتدخلوا الكود تبعكم هون مثل ما لكم شايفين بشكل مسج لصفحة فريق التعليم الصيدلاني المستمر، وتدخلوا الكود مؤلف من عدة رموز. طبعا بتضغطوا على انتر فبتنبعت المسج وبيطلع لكم هالعباره هاي اللي هي شكرا لادخال الكود الخاص بك، لديك عده خيارات اختر ما يناسبك. اذا انت كنت حابب تتابع المعلومات الدوائيه اللي فاتتك سابقا فانت بتضغط على زر باست. اذا انت كنت حابب تتابع المعلومات الدوائيه يلي هي هلا حاليا عم يعني عم نتعلمها خلال العشرة ايام السابقه، تمام، فانت بالحاله هي بتضغط على زر كونتينيو. في حال انك انت يعني حبيت تحصل على اجابات الالغاز الدوائيه المطروحه على صفحتنا بدون ما انك انت تحط اي تعليق فانت بتضغط على زر البازلز، اوكي؟ فالخيار هون بقى يعني عندك انك انت تختار شو اللي بدك اياه. ف وقت نضغط هلا هون على زر الباست مثلا شوف شو راح يصير، تمام، فهتطلع لنا المعلومات الدوائية الخاصة بالرحلة الدوائية يلي فاتتك سابقا، اوكي؟ فبنضغط على نيكست، شايفين؟ نيكست، حلو؟ منتابع بقى، خاصة انه رحلتنا مستمرة مع مرور الايام والاشهر والسنوات. فيلي هو دخل ببرنامجنا وسجل برنامجنا التعليمي المستمر من جديد فهو بتابع كل شيء فاته. مثل ما خبرتكم كمان وتضغطوا على زر الكونتينيو بيطلع لكم بقى اشياء تانية لها علاقة بشو هي اخر المعلومات الدوائية اللي وصلنا لها، يعني مو مضطر الواحد يعيد 1000 معلومة لحتى يوصل للمعلومات اللي احنا وصلنا لها هلا، لانه نحن بدأنا من فترة ووصلنا مثلا نقول لليوم رقم 200 من الرحلة او من هالبرنامج التعليمي، فمو معقول الواحد يعني يبدأ من اليوم رقم 1 ل 200 لحتى يعرف شو هو معلومات اليوم 200. ف عشان هيك تضغطوا على زر كونتينيو، اما الباست فبتتابعوا كل شيء فاتكم من اليوم رقم 1 لمحل ما وصلنا، اوكي؟ وتضغطوا على بازلز بتشوفوا شو اخر اجابات 6 ل 12 بازل موجودين على الصفحه تبعنا، تمام؟ فبتمنى اكون وضحت لكم بهذا الفيديو القصير فكره ادخال الكود. طبعا الكود حتحصلوا عليه بعد تسجيل برنامجنا التعليمي المستمر. وبالنسبة للمواضيع المرئية والصوتية يلي عملناها كمان اللي فاتتكم سابقا هي موجودة خارج الفيسبوك ضمن سيستم فارم مايند، وحاعمل فيديو تاني حول هذا السيستم لحتى تتوضح كمان الفكرة عندكم، اوكي؟ Thank you really for watching and stay tuned.